النهارده اخوكم جوله في هنجر الارض قصر عيشه فعلا. المشكله اني مش شغوف قوي اتجاه النوع ده من الفن، ومش بفهم في اللوحه الفنيه قوي. يعني انا كشخص مرح بيحب الحفلات والتنطيط والشغل الشقي ده، فمعلش يعني ما ينفعش اروح مكان فاضي ما فيهوش غير لوح متعلقه على الحيطه وفي ناس بتمشي ببطء واقفه قدام كل لوحه يتاملوا فيها ويقعدوا يرسمون بالساعات، ولو رحت بتبقى دي النتيجه. بس انا هقول لكم الموضوع جه ازاي. الو دنيا كيفك؟ بقول لك ايه، ما تنزل لي الزمالك اروق عليك. المشكله اني مش بحب حد يعزمني على حاجه، وبعدين هو اي حد يقول لي تعالى ننزل ننزل. المهم ونزلت لها الزمالك وجابت لي دوناتس من دانكن، ممكن نبقى نعمل عنه فيديو بعدين، وجابت لي ماريندا الجديده، بس مش عارف هل ده الطعم الجامد ولا التاني، ما اعرفش ده الطعم. وجابت لي هديه بس يعني لا داعي لذكر محتواها. وقعدنا على القهوه وروقت عليا فعلا، واحنا قاعدين راحت بص للدوناتس وبعدين بصت لي وقالت لي بقول لك ايه، ما تيجي نروح قصر عيشه فعلا. بصراحه انا ساعتها كنت قاعد بفكر هي هتغديني فين، بس لما قالت لي كده كل اللي جه في دماغي ان عايزه اتصور صوره رايقه واخلي الواد رفعت يعمل لي عليها ايديت ويفكر في اللون الزيتي عشان تبقى عميقه وانزلها على فيسبوك واكتب على الصوره كابشن جامد عشان كل البنات اللي عندي الاكونت تعمل لي لون. وحرفيا ده كل اللي كان في دماغي لحد ما شفت اللوحه العظيمه دي، وحقيقي بدون مبالغه من كتر ما هي واقعيه انا كنت فاكرها حقيقيه، وابتديت اركز وما ادركتش قيمه اللوحه الفنيه بجد غير لما روحت. وبما ان القصر فاتح فتره وهيقفل تاني اخر الشهر تقريبا، فقلت لازم اروح تاني واشارككم التجربه، فيلا بينا. بصراحه انا كنت عايز اقول لكم مين عيشه فهمي والقصر اتبنى امتى وكده، بس انا ما اعرفش اصلا. اي دونت كير مان. مبدئيا كده القصر ببلاش ومش هتدفع اي فلوس جوه، ومسهلين عمليه الدخول لدرجه انك مش هتلاقي حد على البوابه اصلا. بس في العادي يعني هتلاقي حد بمكتب هنا بياخد منك البطاقه ويسجل رقم قومي في الدفتر، فيعني ما تنساش البطاقه والكمامه كمان. واول ما تدخل هتلاقي مكان نضيف جدا، في شجر وكراسي ومنظر رائع عني، منظر رائع عني. تروح للبحر يا سمي. خد تعالى. هتخش يمين وتفضل ماشي على طول لحد ما تطلع السلم في يمين تاني عشان تزور القصر، ويؤسفنا اقول لك ان مده الزياره ربع ساعه بس، ما هو ببلاش بقى اللي هو يلا عشان غيرك، وهتدخل تجري وتشقلب حرفيا عشان مفيش وقت. بس لا، المده مش قليله بالنسبه لقصر دورين كل دور فيه 6 اوض تقريبا. واول ما تدخل هتلاقي التمثال المفكر ده ولوح بقى، لوح 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 لوح. لا بغض النظر عن اللوح وعمرها والشخص اللي رسمها عشان حقيقي محدش مهتم، بس كل لوحه فيها ابداع حرفيا، محتاج تركز قوي عشان تشوف براعه الالوان والتفاصيل وتفهم قصه الصوره من غير ما حد يحكي لك عنها حاجه. انا متعصب ليه؟ المهم هتطلع السلم بقى فوق وتلف بقى لفه حلوه، وفي اوضه كده هاديه قلبينها حي صيني. المدهش بقى في الاوضه دي ان فيها حته تكييف جامد قوي، بس بجد الاوضه حلوه قوي، بس مشكلتها الاضاءه فيها ضعيفه ومش هتعرف تتصور، وهما مانعين الفلاش. لو مش مصدقني اسمع. من غير فلاش وهيلمس اي حاجه بعد اذنكم، واحد واحد يخش. بس لو عايز تصور بقى تعالى انا هقول لك، انت تخرج من القصر تمام وتخرج من البوابه، هتنزل السلم هتلاقي سلم تاني في وشك، تنزله هتلاقي باب خش فيه. ده عباره عن مكان فيه اوض كتير زربيح، وكل اوضه فيها لوح كتير فشخ. لا لوح كتير فشخ، وفي اضاءه كويسه ومفيش مده معينه تقعدها جوه، اتصور براحتك بقى. ولا 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 ولا، وبعد ما تخلص ممكن تطلع تقعد قاعده رايقه على النيل وتسمع التراك اللي معلق معاك اليومين دول. انه الحنين بيزول. ومن دلوقتي هقدر اللوحه الفنيه واديها حقها، وانت كمان حاول تعمل كده. اشوفك في الفيديو الجاي.